سيد وهب، لليوم 13 على التوالي، لو أخذنا هذه الحرب إلى مسار المواقف السياسية والدبلوماسية وأيضا تقييم هذه الأيام 13 للحرب الروسية على أوكرانيا، ماذا تحدثنا عن هذه الأيام؟ يعني أولا يعني مضى 12 عاما كما تفضلت، 13 يوما عفوا، نعم 12 عاما، اليوم الثاني عشر، 13 يوما، نعم نعم يوما. يعني هذه الأيام الطويلة كذبت ما كان متوقعا وما كان قد أشيع من أن الجيش الروسي سوف يحتل كييف ويعني ويعلن حكومة جديدة ويطرد الحكومة الحالية إلى آخر ذلك خلال 96 ساعة، فكل الأمور جاءت بعكس ذلك. يعني رغم فارق القوة الهائل وأن معظم المتابعين والمتمعنين في الأمر أمر الحرب يعني يرون أن الغلبة في النهاية قد تكون لذلك الجيش الضخم وللقوة العسكرية، لأن المسألة ليست في عدد الأفراد فقط وإنما التفوق التكنولوجي في الآلة العسكرية تفوق يعني بعيد جدا. لكن المحللين لا يلتفتون إلى نواحي أخرى، مثلا المهاجم ليس كالمدافع عن بلده، المهاجم معتدي كائنا من كان، وهذه الأمور ترسخ بين في نفوس أو وفي رؤوس المدافعين عن أوطانهم، هذا أولا. الناحية الأخرى، رغم أنه يعني أن ثمة قرابة بين الدولتين وبين الشعبين، إلا أن مفاجآت قد تحدث، وهذا ما حدث بالفعل يعني من عمليات اصطياد للمهاجمين سواء لآلاتهم أو لطيرانهم أو لأفرادهم. يعني ما أعلنته الحكومة الأوكرانية من أنهم أسقطوا يعني 52 طائرة مقاتلة و69 طائرة عمودية، وعدد القتلى ينوف على 10,000 أو 11,000. قد يكون مبالغ، لكن لنفترض أن نصف هذا الرقم صحيح، فهي خسارة كبرى للجيش الروسي. ولكن للأسف يعني دائما الجيوش التي تقاد من قبل دكتاتور لا يكترث الدكتاتور بالخسائر ولا يكترث بسيلان الدم وإن من شعبه، لذلك هذا قد يجر مستقبلا على روسيا أمور لا يرغبها الحاكم. يعني في الداخل علمنا وعلم الجميع أن 7,000 عالم، هذه النخب الروسية العلمية والثقافية وإلى آخر ذلك، وقعت عريضة تطالب بوتين بالكف عن الحرب. طيب. ما يحدث الآن، عفوا أريد أن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية. فضل. أن بوتين اليوم أعلن وقف إطلاق النار للسماح للمدنيين. أنا أعتقد يعني هذا نوع من ذر الرماد في العيون، هو يريد بعد أن حصل له ما حصل من انكسارات يريد أن يتوحش أكثر ويقوم بعمليات يعني كما حصل في سوريا، يعني الأخضر واليابس وضرب كل شيء في
طيب على كل حال هناك الآن مكتب حقوق الإنسان الأممي يقول إن أو ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا منذ 22 من فبراير ل 477 قتيلا و 861 مصابا. سيد وهب أخيرا وسريعا معكم قبل أن أختم معكم في هذا الحوار، قبل قليل سيد رائد الأخبار من موسكو قارن المشهد العسكري بين أوكرانيا والحرب الروسية على أوكرانيا بالحرب الأمريكية على العراق، وأنها امتدت لثلاث أشهر ويتوقع أن تمتد هذه الحرب الروسية لستة أشهر. هل من بالفعل مقارنات أخرى يعني مسألة الحروب الحالية والماضية في مسألة مد أو استمرار الحرب الروسية لأشهر، وهذا لا يعني بالنهاية كما قال السيد رائد خسارة روسيا الحرب حتى الآن، لا يمكن تقييم ذلك إلا بعد فترة أطول من هذه الفترة، ما قولك؟ أنا باعتقادي يعني الأمور قد تطول أكثر بكثير. لماذا؟ لأن أي خسارة هنا لبوتين ولجيشه ويعني خسارة الحرب ستودي به كليا، ولذلك هو سيستخدم كل شيء. ولكن هناك أيضا يعني احتمالات كبرى لتمرد الشعب الروسي، فهذه العقوبات التي فرضت عليه عقوبات لأول مرة يمكن في التاريخ المعاصر تفرض مثل هذه العقوبات يعني، ولكن أثر لما يعني يحصل بعد الأثر أو التأثير قادم يعني. لذلك قد تطول الحرب، ولكن هناك تصميم يعني ليس على ما سمعنا فقط، وإنما على ما رأينا بالضبط، أن هناك تصميم قوي عند الأوكران للدفاع عن بلدهم. أشكرك. وقد تتحول إلى حرب عصابات، وأنت يعني أدرى بهذا الأمر، والكل يعرف أن حرب العصابات لا يمكن يعني التغلب عليها بأيام. وأمامنا مثلا أفغانستان أكثر من 40 عام يعني صارت. شكرا لكم الكاتب والمحلل السياسي سيد محمود وهب، كنت معنا عبر الهاتف.